اوكي، مرحبا، معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس ال 22 مدروس برمجه بلغه الجي اس بي والجافا لمواقع الويب. هلا بهذا الدرس راح نكمل على الطريقه الثانيه بالتاجز. التاجز المره الماضيه شفناهم كانوا عن التاجز اللي هن بيكون ما في لهم محتوى. دائما انت بتكتب التاج بالطريقه الثانيه التاليه. اول شيء مثلا تفتح هاي وحدة، اوكي، نفتح مثلا نفتح اتريبيوت وبتسكرها ب اتريبيوت، اوكي، وممكن يكون في بودي بالنص، اوكي، ممكن يكون في شو بودي بالنص. هلا هاي بتكون شو بوديد تاج، اوكي، هيدي بنسميها شو بوديد، اوكي، تاج إله وسم، وسم إله محتوى يعني، اوكي، هيك بالانجليزي. هلا اذا كان فاضي هون، اوكي، هيك فراغ يعني بالمرة، يعني باجي انا بصير بهالحالة بكتبها هيك. طبعا في إلها اتربيز، يعني في إلها اتربيوتس، اوكي، موجودين هون، وممكن يكون هون كمان في attributes، اوكي، في لها خصائص اخرى زي مثلا زي ال XML الناس ولا XML، هدول كلهم في محل attribute، اوكي. بس هون شو بصير عندي؟ ما لها body، بتوقف هيك، او اذا بدي بكتبها اوكي وبحط هيك عليها، تمام، بس بيطلع لي انه تسكيره، بس ما في بالنص هون body، لا ما فيها هون body بالمره، اوكي، ما فيها محتوى بالنص، فهاي بتطلع body less، اوكي، اوكي، بدون جسم. هلا نحن المرة الماضية حكينا عن body less، هلا هالمرة بدنا نحكي عن اللي هن الون body. احط كلمة body، اوكي، عشان تعرفوا عن شو عم نحكي، وراح احط هون بناتنا بس لأجل التعليق، اوكي، بص هاي عشان ما ننسى، اوكي، هاي تعليق ال XML هيك بنعمل مثل تعليق ال HTML، تمام. فإذا هيك بنكون احنا جاهزين للشغل او فهمنا شو يعني بديد وبديلس. هلا بيبقى علي انه كيف اعرفها بديد، كويس. هلا انا الامبلوي اللي عملناها المره الماضيه كانت شو بوديلس، بدي اقلبها لبوديد، كويس، وبصير اسحب المحتوى اللي بين نص هذا البودين اللي بالنص، اوكي، يعني هذا الكلام موجود هون بالنص بين التاج الفتحه والتسكيره، اوكي، اوبننج تاج وكلوزنج تاج، بدي اسحبها، اوكي، واطبعها على الشاشه. طيب هلا شو بصير عندي هون؟ هيدي هون كانت شو وقتها امتي، اوكي، هي كانت امتي. هلا لا، بدي اقلبها لسكريبتلس، اوكي، سكريبتلس يعني ما بتاخد جي اس بي سكريبت، يعني ممنوع تستعمل فيها طريقة التاجز اللي هيك، تمام، اللي هي بتفتح وبتسكر بعلامة النسبة المئوية، تمام. هون مسموح لي بس استعمل الاي ال اكسبريشن، اوكي، الاكسبريشن لانجوج، عفوا اي ال اسمه، اوكي، او اي ال سكريبتس، اكسبريشن لانجوج سكريبتس، كويس، اللغة التعبيرية يعني. طيب هلا، أو لغة التعابير، أوكي، هلا فإذا بهاي الحالة بس مجرد ما أحط البادي كونتنت سكريبتلس بالتاج اللي عم أعرفها بصير عندي شو تاج، شو بتصير بوديد تاج، أوكي، إلها جسم. طيب هلا شو بالحاله هاي بنصير نعمل؟ بنفوت على الامبلوي اللي هي الكلاس اللي انا كنت عاملها المره الماضيه، وبعدين بتصير عندي هون الاكستند، بتصير لمين؟ لبادي تاج سبورت، اوكي. هلا البادي لاس ممكن كنت تستعمل السمبل تاج سبورت، او ممكن تستعمل كمان اللي هي نفسها البادي تاج سبورت بس بتكون بدون كلمه بادي، بتكون تاج سبورت عاديه، اوكي، ما في فرق، بس الفرق انه في فانكشن اللي هو بفوت على البادي اسمه get body content، هذا
ما راح يكون متوفر اذا شلت كلمه body من اسم الكلاس. اوكي، من الوراثي يعني. اوكي، شايفين كيف راحت الحمراء هون؟ يعني الخطا راح. ف حتى لأطول المحتوى مثلا، اطول هاي الجمله، اوكي this is the body of some var the tag. اوكي، هيدي الجمله اذا بدي اشيلها واطبعها على الشاشه يعني، اوكي بدي احط الكلاس تبعتي شو؟ body tag support. تمام. هلا ولحتى اطبعها بستعمل get body content dot get string. طيب، والطباعه بتتم عبر زي اكشن معين اسمه page context dot get out dot print. اوكي، يعني هالاوبجكت هذا هو اللي شغلته يعمل هالشغل. تمام. هلا لحتى نفهم في كم شغله كمان اضافيات مع الكلاس هاي اللي هي body tag support او tag support. اوكي، بالسمبل سمبل تاج سبورت كان بس يقول لك دو تاج وخلصنا، اعمل لي تاج وخلص. تمام. لكن بالتاج سبورت والبادي تاج سبورت بيكون في عندي ثلاث مراحل من تفسير التاج، تفسير الوسم. اوكي، في عندنا دو ستارت تاج، يعني لما بتشتغل او لما بدك تنفذ الستارت تاج. اوكي، يعني اللي هي التاج الفتحه اللي بنبلش فيها، يعني اول ما نبلش تنفيذ هالشقفه. اوكي، وبعدين هون في عندنا دو اند تاج، انتبهتوا له يعني. اوكي، في عندي دو اند تاج، واعمل لي الاند تاج يعني بس تخلص الاند تاج شو بصير. اوكي، ولما تخلص قراءه المحتوى تبع البادي شو كمان لازم يصير، واللي هي بتصير عبر الميثود do after body، يعني ما بعد البادي. اوكي، بعد تكون خلصت من قراءة البادي. تمام، هذه ماشي. اوكي، طبعا مجبور دائما، انا بس بدي اركز على نقطة صغيرة هون، انه هتستعمل كتير JSP exception. اوكي، فيك تستعمل throw JSP exception وتحط عليها شيء رسالي معين. اوكي، فهذا نسبيا كل شيء عن البادي. اوكي، هلا اذا كنت بدك انت تطول يعني اكشن من اكشن قبل، اوكي في كانت تستعمل زي ما جمعنا بالكتاب، سوينا هيدي. اوكي، فيك تستعمل يا سيدي مرأة ايه هي تبعت عشان عفوا، فيك تستعمل هاي اللي بالاسود هون محطوط عليها. اوكي، get previous out تمام dot print، هاي بتجيب لك الاكشن اللي قبل منها. اوكي، يعني التاج اللي قبل منها اعطيني واطبع لي منها زي ما هو عم بستعمل هون التاريخ. تمام، حتى يطبع التاريخ، يعني عامل طريقته بطباعة التاريخ. فهذا كل شيء عن التاجز. اوكي، هلا المرة الجاية بنصير نعمل التاجز من دون ما استخدم جافا حاف. اوكي، لأعمرها. اوكي، بصير نستخدم جي اس بي. اوكي، دغري نعمل تاج فايلز تبعونا، بصير يبلش من هذا الدرس تاج فايلز. تمام، وهذا كل شيء عن التاجز والبادي تاجز والبادي لاس تاجز. وأهلا وسهلا فيكم، أرجو المتابعة على القناة، أرجو أنكم تكبسوا على زر المتابعة بالقناة، أرجو أنكم تكبسوا على زر اللايك، ولا تنسوا تكبسوا على الإعلانات أهم شيء عشان نقدر نستمر في العطاء. أوكي، أهلا وسهلا فيكم، سلام.